السلام عليكم متابعينا الكرام. سبق وأن سمعتم من قبل بمصطلح التلاعب النفسي وتساءلتم ما الذي يعنيه بالضبط. ببساطة إنه إساءة استخدام وشكل من أشكال السيطرة النفسية وسوء المعاملة العاطفية التي تجعلك تشك في معتقداتك وتصورك للواقع، حيث يتم تغذية الضحايا بالأكاذيب والمعلومات الكاذبة تحت ستار الحقيقة، وهذا ما يجعل الضحية يشكك في عقله ومعتقداته. بمرور الوقت تصبح عمليات التلاعب معقدة للغاية لدرجة أن الضحية لم يعد بإمكانها تحديد ما هو حقيقي. سوف نرصد لكم اليوم في هذا الفيديو بعض العبارات الشائعة التي قد يستخدمها الشخص المتلاعب للتحكم فيك. قبل أن نبدأ في الفيديو عزيزي المتابع، لا تنسى دعمنا بزر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلك فيديوهاتنا القادمة أول بأول. الجملة رقم 1، يقول لك أنت حساس للغاية. إذا سمعت هذه الجملة من هذا الشخص، انسحب فورا وبهدوء وقل في قرارة نفسك بأنك لست حساسا جدا. يلجأ الشخص المسيء إلى هذا النهج ليجعل نفسه غير مسؤول عن أفعاله، بالإضافة إلى أن هذه العبارة تقلل من مشاعرك من خلال جعلك تعتقد أن مشاعرك غير مناسبة أو بالأحرى خاطئة، لذا ينتهي بك الأمر في نهاية المطاف إلى الشعور بالذنب. الجملة رقم 2، يقول لك كنت أمزح فقط. ربما تكون قد سمعت هذه العبارة من قبل، خاصة عندما يقول شخص ما شيئا قاسيا عن عمل. هذه هي طريقتهم لإزالة المساءلة عن أفعالهم، كما أنها تعمل على التقليل من عواطفك وتجعلك تشعر بالسوء حيال استدعاء سلوكهم. فهم يستخدمون هذه العبارة لمحاولة تطبيع التعليقات القاسية وجعلها عبارة عادية لتغطي على أقوالهم وأفعالهم الجارحة. الجملة رقم 3، يقول لك إنها ليست بمشكلة كبيرة أو هذا ليس بالأمر الجلل. هذه العبارة أيضا هو تكتيك آخر يستخدمه المتلاعبون في كثير من الأحيان لإنكار ارتكاب أي مخالفة مثلها مثل الجملة السابقة. هنا هو أيضا يحاول تطبيع القسوة والعنف اللفظي من خلال التقليل من إساءة معاملتك وتقليل ألمك، كما وأنها محاولة واضحة لتقليص المسؤولية عن أنفسهم ووضعها عليك، مما يجعلك مسؤولا عن سوء فهمهم. إنه يهدف إلى جعلك تشعر بأنك غير مرئي وغير مهم. الجملة رقم 4، يقول لك أنت تتخيل أشياء. هذه أيضا عبارة كلاسيكية أخرى يستخدمها المتلاعب النفسي، ربما تكون هذه العبارة الوحيدة التي تأتي مباشرة من الفيلم أو العرض الذي يقدمه. الغرض منها بكل بساطة هو تشويه سمعتك وجعلك تشك في سلامتك العقلية. أقواله هذه فعالة للغاية، بحيث يجعل الآخرين يقفون بجانب الشخص الذي يؤذيك، ما يعزز تلك العبارة ويجعلها لطيفة بدل أن تكون هي في الأصل جارحة ومؤذية. هي أنها غالبا ما تكون مغطاة بسكر القلق والاهتمام، لذا فتجد المعتدي يقترب منك ويعبر عن قلقه ويتجاهل أيضا مشاعرك، لذلك تجده يقول لك إنني أخبرك بذلك فقط لأنني قلق عليك أو ما شابه. عندما يتم التعبير عن الموقف على أنه مصدر قلق، فإنه يجعل من الصعب رؤية التلاعب. الجملة رقم 5، يقول لك أنا آسف لأنك تعتقد أنني آذيتك. التكتيك الشائع الذي يستخدمه المعتدي هو نقل اللوم. هذه العبارة هي مثال مناسب لأنها صيغت بشكل احترافي وذكي، لأنها تجعلك تعتقد أن المعتدي يعتذر لك، ولكن في الواقع هو بصدد إلقاء اللوم عليك. هم يلومونك كما يجعلونك تشعر أنك أسأت تفسيرهم للحديث أو حكمت عليهم بغير عدل، وأنك سبب السلوك السيء أو العلاقة السيئة. نتيجة لذلك تصبح تعاني من عدم احترامك لذاتك، مما يجعلك دائما أكثر اعتمادا عليهم. ختاما عزيزي المتابع، يجب أن يكون في علمك أن الإساءة سواء كانت لفظية أو بأي طريقة أخرى، يجب أن لا يكون لها أي مكان في علاقاتك. إذا صادف ورأيتها أو عشتها، يجب عليك أن لا تسكت عنها مهما كان الثمن. دع الشخص الآخر يعرف أن هذا فعل مشيع. إذا كنت تعاني من سوء المعاملة، يرجى الاتصال بأخصائي طبي مرخص له للحصول على المساعدة. واجهت هذا الموقف من قبل متابعنا الفاضل؟ شاركنا رأيك تحت في خانة التعليقات، وشارك الفيديو مع الآخرين لأنه قد يكون ذا فائدة بالنسبة لهم.
ولا تنسى الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله.